أصل الفكرة أنها أنه شفنا مثلا البلدان كالترك والصين صنعوها يعني، وإحنا أخذنا المبادرة لما أخذنا المبادرة هذه من أجل يسمى توصيل أنه فكرة أو توصيل فكرة أنه لحماية مثلا الأشخاص الوافدين إلى المستشفى والخارجين من المستشفى، لأنه المواطن لما يذهب إلى المستشفى يخاف من انتقال العدوى إليه، وبالتالي وكذلك الطبيب يخاف من أن تنتقل العدوى من الزائر إلى المستشفى. تعتمد على أولا إيصال تغذية من طرف إيصال هذه التغذية إلى موصل الكهرباء واللي هو عبارة عن 220 فولت 50 هرتز والتي متوفرة يعني في كل أمكنة. ثانيا ضغط زر التشغيل الذي موجود هنا في الخزانة الكهربائية، وبعد ضغط زر التشغيل هناك حساسات لجسم الإنسان حينما يمر يقطع الموجات ما بين الحساس والمرآة العاكسة، وبعد أن يقطع السينيال بين الحساس تشتغل المرشات. فهنا لدينا قارورة التعقيم التي سوف نضعها بعد قليل إن شاء الله. أما بالنسبة لكيفية صنعه هو شيء بسيط، اقتنينا المواد المستعملة من المحلات، لما نقول لهم يعني المستشفى يعني الناس تتعاون يعني بارك الله فيهم. أعطوكم علما يعني هناك بعض تصلوا بنا بعض يعني المؤسسات الاستشفائية وطلبوا منا يعني من هذا المنبر يعني يزيدون نقدموا لهم هذه الخدمة إن شاء الله. وإحنا رانا في الآخر يعني بالنسبة للأشغال يعني اللي راها قائمة بالنسبة يعني لمستشفى الطفولة والأمومة برج بعراريج ومستشفى برج الخدير إن شاء الله راها في طريق الإنجاز، ونتمنى بالناس من هذا المنبر كي يسمعونا ثاني يجي إن شاء الله ويعاونونا ونزيدوا إحنا نعاونوا في سبيطارات أخرين. يعني الشباب الفاعلين في جميع الولايات أنه يحذو هذا الحذو تاع هذه المبادرة إن شاء الله، وهم جهاز سهل يعني للتحقيق وجهاز يعني سهل في متناول الجميع يعني ماش يعني جهاز، ونتمنى إن شاء الله تعم هذه في جميع الولايات إن شاء الله. يعني الأساسية أنه نريد نشر الفكرة على أنه يستطيع الشاب الجزائري أن يحقق شيء ما.